بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يا أخي تفاجأت يعني حال كثير من المسلمين بصلاة خلط بلط. صلاة العيد أقيمت في أحد الساحات أو في أحد مصليات العيد في مصر الحبيبة، صلاة خلط بلط، رجال وحريم مكس مع بعض يصلون. هذه الصلاة أنتم وين جايبينها؟ شوفوا معي الفيديو إخواني الكرام، وراح أرجع أعلق عليه. الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شفتوا معي أعزائي المشاهدين، احنا تكلمنا من تقريبا 4-5 ايام عن المسجد الليبرالي في ألمانيا، قلنا والله هذا الليبرالي وهذول الأحذية وعملاء في أرجل الحكومة الألمانية، ومعروف يعني لا حول ولا قوة الا بالله، فهالدول لابد انه يجندون ناس منافقين دجالين يطلعون صورة مشوهة للإسلام. لكن في مصر يعني هذول الناس يعني عندهم دين ما عندهم دين، فاهمين مش فاهمين، وين الأزهر وين الأزهر؟ وزارة الأوقاف، ولا أنتم بس فاضيين في الحرب على الحجاب والحرب على الإسلام وتتكلمون في التفاهات؟ يعني معقول احنا وصل الحال فينا رجال وحريم مع بعض؟ احنا قاعدين نحارب الاختلاط في العمل، نحارب ونحرم الاختلاط في العمل وفي المدارس، حتى صار في اختلاط في الصلاة. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا أخواني الكرام بعطيكم حكمة ليش إنه ما في اختلاط في الصلاة، أو ليش يعني المسلمين قبل في بعض الأنجاس يزورون في تاريخ، يقولك لا والله كان الحريم يصلون مع المسلمين. يا أنجاس، كانوا الحريم يصلون في الصفوف الخلفية وكان في ستار، كانوا الحريم ورا والرجال في الأمام، وكانوا الرجال لا ينظرون ولا يشوفون ولا يختلطون في الحريم. أنا بعطيك حكمة واحدة، تخيل أنت الآن الله أكبر تصلي وأمامك امرأة تصلي جنبك، عفوا تصلي أمامك، لو سجدت المرأة اللي أمامك إيش؟ عيونك وين بتروح؟ عيونك لو المرأة سجدت أمامك، عيونك وين بتطالع؟ وين بتشوف؟ بتشوف خلفيتها، صح ولا لا؟ قاتل الله المنافقين والنفاق، حسبي الله ونعم الوكيل. فما في اختلاط في الصلاة، ولا اختلاط في العمل، ولا اختلاط في المدارس. سويتوا الاختلاط الآن في الصلاة، وين الأزهر؟ وين علماء مصر؟ وين المشايخ؟ وين وين وين؟ شنو هاي؟ شنو أي إسلام هذا؟ أي إسلام اللي تقعد تتكلمون عنه؟ في مصر دولة مسلمة ودولة عربية يحدث فيها هذا الكلام؟ حتى في العيد مو مرتاحين؟ خلونا الواحد يرتاح يا أخي، خلوا الواحد يوم يومين يرتاح من مشاكل الأمة، ما في فايدة فعلا. اللي يعني أنا صراحة يعني أقدر أقول عنه هذا جهل، أكثر مما أقول والله أنه هو مثلا فعل متعمد، أقول أنه رقم واحد جهل في الناس، رقم واحد جهل، ورقم اثنين تعمد وعن قصد وعن عمد من الأزهر ووزارة الأوقاف. يعني ما في حد يطلع بيان؟ ما في حد يقول يا ناس اللي تسوونه غلط؟ فعلا والله أنا أقول لكم أن الدين يعني المفروض أن يكون إحنا كمسلمين أول أولوياتنا، لكن للأسف صار آخر أولوياتنا، آخر أولوياتنا. يهان الدين، يسب الدين، يحرق القرآن، يشتم الرسول، ولا حد سائل. أنما لو يسب مثلا السيسي ولا يسب العسكر فورا في نفس اللحظة قبل ما ينطقها هو في مزعبل على طول يعذب. حسبي الله ونعم الوكيل.
وبعدين يطلع لك واحد ليش الله ما ينصرنا؟ ايش الله ينصركم يا اخي؟ ينصركم وين؟ ينصركم وانتم تنتهكون حرمات الله يوميا، تنتهك حرمات الله. اتمنى الرساله تكون وصلت. حسبي الله ونعم الوكيل.